متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي سنناقش فيه موضوع تاع القطاع المقاهي والمطاعم على إثر الدعوة التي وجهتها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بخوض إضراب وطني يوم 9 أبريل 2021. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السي أحمد مولاي أحمد بالفرقان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم دعت إلى إضراب يوم 9 أبريل 2021، أشني الأسباب اللي وراء هذه الدعوة هذه؟ الإضراب جاء بعد ما مجموعة ديال تم التجاهل، بعد مجموعة ديال جبنا على التجاهل الحكومي لعدد من المراسلات وعدد اللقاءات اللي درنا، الاجتماعات اللي درنا معهم، ولكن للأسف الشديد أنه ما تمش اتخاذ القرار المناسب، إنما تم استهداف القطاع بشكل كبير، وكذلك انه الحكومه ما جاتش مواكبتش القرارات ديالها ميدانيا، بل انما فقط انه كدعي انها كتبني بالقرارات ديالها وكتبررها بناء على التقارير ديال اللجنه العلميه. هذه اللجنه العلميه الا كانت الحكومه فعلا حكومه ديال المغاربه جميعا، هي جميل جدا انها تخاف على صحتنا، ولكن انها تخاف على تحنا على كذلك على ارزاق ديالنا وعلى الاسر ديالنا وعلى الاستثمارات ديالنا، ودير واحد النوع ديال التوازن ما بين القرارات ديال الحكومه وما بين التقارير ديال اللجنه العلميه وما بين كذلك البحوث الميدانيه اللي والدراسات اللي اكدت جميعا، بينها دراسه المندوبيه الساميه للتخطيط اللي اكدت وكذلك كليه الحقوق والدار البيضاء اللي اكدت على ان القطاع ديال المقاهي والمطاعم تضررت اكثر من 80%. اذا هنا خصنا نراعيو وتكون حكومه للمغاربه كاملين، ماشي للجهه واحده وتنحاز فقط اللجنه العلميه، دير واحد النوع ديال التوازن في هذه المساله. هناك من يقول بان الاضراب سيكون ضربه قاضيه للقطاع، واش ما فكرتوش في خطوات اخرى كحمل الشارة او توجيه مراسلات عوض اللجوء لهذا الاضراب هذا؟ نقولوا حنا عانينا، القطاع ديال المقاومه عانينا منذ سنوات، وجات الجائحه عمقت الجرح، والذي عمق الجرح اكثر هو قرارات ديال الحكومه. باش نقولوا الحكومه، باش نقولوا القطاع ديال المقاهي والمطاعم فيه 270 الف مقاومة في المغرب، وكيشغل ازيد من 1.5 مليون اجير بطريقه مباشره، وكذلك انه كيتعيش فيه واحد 7 مليون اسره مغربيه ناهيكه عن القطاعات المرتبطه به، وما عندوش قطاع وما عندوش تقانون منظم. هنا كيبين لك بان ماشي مشكل، ماشي يلاه وليد اليوم، ماشي حنا يلاه كنعانيو ولا الشغيلينا كتعاني. حنا هاد الشغيله اللي عندنا، واش الدوله اش عطاتها في هذه في الكونفينمون؟ اش عطاتها؟ شكون اللي تحمل هذوك الشغيله ديالها؟ حنا هذوك الشغيله اللي عندنا، راه تعرف الشغيله اللي كتخدم في المقهى المغربي شكون هي؟ كلها اغالبيه ديال الشغيله اللي فيها كلها كتنتمي للعالم القروي، وكلها عندها مستوى ثقافي يعني متواضع، وكلها كتنتمي للفئات الهشه. شكون اللي كيتم ايواء ديالها؟ حنا ارباب المقهى المغربي، حنا اللي كيتم ايواء ديالها، حنا اللي كيتم تكوينها، حنا اللي كان ندمجوها في سوق الشغل، علما بان الدوله كتخسر اموال طائله في البرامج التكوينيه وفي برامج اخرى، وما عطاتش النتيجه وما قدرتش انه تدمج مثل كما كندمجوا حنا هذا العدد ديال الهائل ديال الشغيله ديال المواطنين اللي هما متعرضين لجميع الانواع ديال الانحراف، ما استطاعوش انهم يدمجوهم كما دمجناهم حنايا. لذلك حنا ماشي حنا يلاه كنعانيو، حنا فعلا غادي يكون تاثير، ولكن هذا اضراب انذاري، هذا من حقنا. حنا جربنا مع الحكومه جميع الانواع ديال الاشارات، درنا الاشارات من عند الاقار، فضنا لومبورتي، درنا واحد المجموعه ديال الاشارات، ولكن للاسف الشديد هو حكومتنا حكومه صماء كتسمع اللي بغات وكتختبر الخبراء ديال الحكومه ديالنا. فقط حاجه واحده فاش كيبتكروا وكيجتهدوا هو استهداف، كيمشيو للحل السهل هو استهداف ارزاق المواطنين. السي احمد، هناك من الان يتحدث عن قرار اغلاق في ليلي في شهر رمضان، كيفاش انتم تتعاملوا مع هذا القرار ان كان يعني قرارا صحيحا، علما انه لاحد الساعه ما كاين حتى شي قرار رسمي؟ اي قرار ديال الاغلاق سيكون له عواقب وخيمه
على القطاع ديال المقاهي والمطاعم وعلى التجار بشكل عام، وسيكون تبعيات لا على المستوى الاجتماعي ولا الاقتصادي. وغادي هذاك التاجر اللي هو مكانه ديالو هو انه خص يكون الهدف ديالو هو ينجح تجارته ويسهر على باش يدبر راسو يدبر لقمه العيش، انه غادي يبدل المكان ديالو غيغيره من المحل ديالو الى الاعتصام في الشوارع العامه. هذه ما ياخذناش فيها الشك. احنا كنتمناو من الله انه ما يكونش هذا القرار، ولان هذا القرار اللي تم اصداره غادي يعتبر يعني عقاب جماعي، وغادي يكونوا عليه الا كانت الحكومه انا ما حساش بهاد 7 مليون اسره اللي كتعيش فيه بان راه يكون على يقين بان هذا القرار يكون قرار جماعي وغادي يكون عنده عواقب وخيمه على المستوى الوطني. بالعوده الى ايام الحجر الصحي، كان القطاع المقاهي والمطاعم يعني من بين القطاعات المتضرره، على سبيل انه تم اغلاق الكل للمقاهي والمطاعم على الصعيد الوطني. واش هذا القطاع بعد عوده الحياه الطبيعيه، يعني الحياه الطبيعيه بين قوسين بطبيعه الحال، هل انتعش القطاع هل بدا القطاع في الانتعاش تدريجيا؟ بعد الحجر الصحي تم اصدار قرار بان بالتخفيف وانطلقنا. هو التوجس ديال المواطنين الاماكن العموميه كلها كاينه، يعني الاوضاع الاقتصاديه ما كاينش ذاك الاقبال اللي كان في الاول مسبقا، بل انما الاقبال كان ضعيف لان علاش؟ لان كاين مجموعه ديال الاسباب، كاين الناس انه كاين قدره الشراء ديال المواطنين اللي ما واحد العدد ديال الناس ما خدامينش، كذلك كاين الناس تجوز ديالهم من الاماكن العموميه، كذلك انه يلاه بدات الناس يعني باغي تعيش، يعني اللي تغدى ما يتعشاش بكل صراحه بهذه العباره، احنا راه مغاربه ما كاينش نشفعوا بعضياتنا، فهمتيني؟ اللي تغدى ما يتعشاش، هذا هو اللي كاين. القطاع ما كاينش فين ينعش، بينما الناس باغي يعيش، وهذا هو اللي كاين بالنسبه للاقتصاد. وكاين كذلك الاغلاق المبكر، هذا حتى هو من الاسباب اللي ما خلاش القطاع انه ينتعش، وما يمكنش غادي يرجع العافيه ديالو مثلا في عام ولا عامين، يستحيل. والاسف الشديد هو انه الحكومه كذلك انه ما استثمرتش القطاعات فيما يتعلق باش دير شي اعفاءات ضريبيه او اعفاء هذو كلهم، بل انما صفتت الناس ووصلت الاوداع عن طريق الاعوال القضائيين، توصلنا بهم عن طريق اداره الضرائب، صفتت لنا باش نخلصوا لا باتونت، علما بان احنا كنا بالحجر الصحي. وكذلك واحد الرسوم الجبائيه ما تمش التخفيض منها، ولم يتم حتى ادراج مذكرتين ديال السير وزير الداخليه في هذا الموضوع اللي كيحث انه الجماعات ولات على انهم يدرجوا في دورات استثنائيه او عاديه قرارات استثنائيه فيما يتعلق بالجمعيات المحليه باش يخفضوا منهم او يتجهوا في اتجاه الاعفاء. ما كاينش هذا الشيء من غير استثناء مدينتين، ومدينه طنجه لانه مجلس جماعه طنجه انه سن قرار باش 50% باش يخلصوا الناس 50%، وكذلك مدينه ورزازات اللي خرجت بالاعفاء الكلي للمهنيين نظرا للظروف المعيشيه والاستثنائيه اللي كيعيشها البلاد. الكثيرون يقولون بان القطاع المقاهي والمطاعم كان محظوظ بالمقارنه مع قطاعات اخرى، يعني تنشوفوا بان قطاع الحمامات او قطاع القاعات الرياضيه يلا تحلوا غير هذه ايام قليله. حنا كنعرفوا بان الوضع الاقتصادي في البلاد كلهم حنا ما نقولوش محظوظين، بل ان العكس هو الصحيح. علاش؟ لان حنا ضرينا وعندنا شغيله كثيره وضرينا اكثر، لان علاش؟ حنا خصنا نعرف بان حنا عندنا زيد من اكثر من 14 ضريبه رسم جبائي، وعندنا استثمارات كبيره خسرناها، وعندنا يد عامله كبيره، ما يمكنش. وحنا هذوك الشغيله حنا تحملنا، حنا اللي خلصناها، ما باش نقولوا حنا بان محظوظين، لا اظن ذلك. البعض ايضا يقول بان تسحب المقاهي او البعض من اصحاب المقاهي ما تيحترموش هذوك التدابير الاحترازيه، ما كاينش التباعد الاجتماعي، ما كاينش الحرص على وضع الكمامات بالنسبه للزبائن، اشنو الراي ديالك؟ لا نعمم، ما يمكنش نعمو، ممكن تقدر تكون في شي حالات يعني معزوله، اما غالبيه ديالهم لان المواطن براسو راه ما كيسمحش، هو ما غيقدرش ما يسمحش لراسو انه هو يبرك في يعني في قريب من واحد اخر، الا اذا كانوا جوج الناس ولا كان مع الاسره ديالو، هذا ضروري ما عندك ما يمكنش غادي تفرق بيناتهم. اما المواطن بيناتهم ما يمكنش، يعني بكل صراحه هو ما كيسمحش لراسو، السلوك ديالو ما يعني تغير،
وكذلك انه الاجراءات اللي تم فرض ديالها راه جميع الاغلبيه ديال ربما مقاومه ايضا راه مطبقينها، ما يمكنش لان بالنسبه للتعقيم ولا بالنسبه للتباعد ما يمكنش نقل المباريات، ما كاينش يعني كاين يعني الاجراءات تم التطبيق ديالها بحال الفتركي. وكذلك ان المراقبه كاينه جد مشدده في هذه المساله، السلطات المحليه راه يوميا راه ما كاينش نهار اللي ما كدوش السلطات المحليه كتراقب المحلات في هذا الموضوع، ومن باب فين ديك السلطات القاميه السلطات الامنيه كلهم. ومن هذا المنبر كنشكر السلطات المحليه والسلطات كذلك الامنيه بشكل عام على المجهودات اللي قام فيها، وكذلك المنظومه الصحيه في بلادنا، ونطلب الله سبحانه الله يرفع علينا هذا الوباء. ولكن انا كنوجه واحد النداء للجنه العلميه انها تاخذ اذا كان اللجنه العلميه انها كترصد السلالات ديال الوباء، كذلك انه تجتهد كذلك باش تلقى لنا الدواء عوض باش تمشي تسد تقفل تسد على تمشي يعني التوجه ديال الاغلاق ديال الاقتصاد، راه ماشي حل. المطالب ديالنا حنا اللي دارت في اللائحه، راه المطالب ربعه المطالب راه ماشي شنو هي، هو طالبنا فقط بعداله ضريبيه، عداله جبائيه، حمايه اجتماعيه، قانون منظم. هادو هما المطالب الربعه، ماشي من المعقول باش حنا نكونوا سادين ويطالبونا باداء الضرائب، يعني من الضرائب كلها جاتنا مدوبله، وحنا كنا في الحجر الصحي وخدامين ب 50%، والاغلاق المبكر وتفرضت علينا بعدم نقل المباريات وبزاف ديال الامور الاجراءات اللي تم فرض عليها، ولكن الضرائب جاتنا كلها مضاعفه وللاسف الشديد. سي مولاي احمد، شكرا جزيلا على قبول الدعوه، وشكرا جزيلا على الدردشه معك.